السلام عليكم، معكم حسان وحياكم الله في قناتي. صلوا 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 على رسول الله. ظهرت اللبن التلجية تنمو وتتفتح أكمالها متحدية التلج اللي ما يزال متراكم على الأرض، والسبب في قدرة هذه الزهرة الجميلة على الظهور في وقت مبكر من السنة رغم البرد الشديد والقارس هو البصلة اللي منها بتنبت. هذه البصلة بتتشبت في الأرض بعيدة عن السقيع وتستخدم كل ما يمكن أن تصل إليه من الدفء في التربة، وعندما يصبح الهواء خارج التربة أكثر دفئاً تنبت طلعاً أخضر مغرقاً. زهرة اللبن التلجية لها اسم علمي وهو الجالانتيت من فيلس، وبتراوح طول نباتها بين 10 إلى 20 سنتيمتراً، وللبتلات التي تشكل تويج الزهرة نقط خضراء في نهاية الزهرة. وزهرة اللبن التلجية منتشرة في المروج على شطان المساق والغدران وفي الغابة. أتمنى يكون المقطع عجبكم وأشوفكم على خير في المقطع الجاي. مع السلامة.